على نور هدى توارى بالتراب على نور هدى توارى بالتراب مصاب فمصاب عذاب فعذاب تجرحنا الأسى القلب على آل الهدى جرى دمع المصاب على نور هدى توارى بالتراب مصاب فمصاب عذاب فعذاب تجرحنا الأسى ومن القلب دعا على آل الهدى جرى دمع المصاب على نور هدى توارى بالتراب على السادة الأكارم كل العزاء على الرزايا كل المواساة والمآتم للمصطفى والبتول فاطم والعترة السادة الأكارم كل العزاء على الرزايا كل المواساة والمآتم عترة الهادي سنروح الأرض بسمه النقيعي بالحسن الشفيعي بسمه النقيعي قبره مهدم في غرقد البقيعي بشهقة المنية بحضرة الداعية بشهقة المنية بحضرة الداعية لما رأى طشت الأسعار
استشهدت رقية لما رأت طشت الأسى واستشهدت رقية بالحسن الشفيعي بسمه النقيعي بالحسن الشفيعي بسمه النقيعي قبره مهدم في غرفة البقيع بقبره مهدم في غرفة في شهقة المنية في حضرة الداعية في شهقة المنية في حضرة الداعية لما رأت طشت الأسى واستشهدت رقية لما رأت طشت الأسى واستشهدت رقية عذرة الهادي سنة روح الأطايب هم معزانا لهم كل النوادب في مآسينا لنا خير مواصل ربي عظم لهم أجر المصائب ربي عظم لهم أجر المصائب بالحسن الشفيعي بسمه النقيعي بالحزن الشفيعي بسمه النقيعي بقبره مندم في غرقة البقيعي في شهقة المنية في حضرة الداعية في شهقة المنية في حضرة الداعية لما رأت طشت الأسى واستشهدت رقية لما خادم العترة من أفنى بالتقى عمرا بالستر خادم العترة من أفنى بالتقى عمرا أوقف العمر في خدمة الدين عاملا في جميع الميادين كان للحق دوما نصيرا سائرا في طريق الميامين أوقف العمر في خدمة الدين عاملا في جميع الميادين كان للحق دوما نصيرا سائرا في طريق الميامين ندعو يا ربي بالآلي ندعو يا ربي بالآلي فلترحم شيخنا الغالي فيه نور الهدى في تجلى راية الدين والحق علا كان للحق ربي بوئه مقعد صدق ربي بوئه مقعد صدق ربي واحشره في من تولى ربي واحشره في من تولى ندعو يا ربي بالآلي فلترحم شيخنا الغالي ندعو يا ربي بالآلي فلترحم شيخنا الغالي فيه نور الهدى في تجلى راية الدين والحق علا ربي بوئه مقعد